والآن إلى التذكير بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يعلن التوقف عن إدراج مشاريع جديدة خلال السنتين المقبلتين، ويتفق على آلية لصرف مستحقات المقاولين. عملية صلاح الدين تباشر بتطهير وتفتيش شرق وغرب وادي الثرثار، والمباشرة بحملة رفع إنقاذ الإرهاب الصينية. الكاظمي يلوح بجهد استخباري لإنهاء تركة الثقيل للحكومة السابقة في الانفلات الأمني ونزاع العشائر. جلسة النواب بين الانعقاد والتأجيل السبت المقبل، والحلبوسي يطالب بإنصاف المتضررين من العمليات العسكرية والإرهاب. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.